طبعا انا برحب بالضيوف، ولازم قبل ما ابدا كلمتي، الغرض من الالبوم زي ما احنا قلنا ازاي الاجيال اللي موجوده دلوقتي تقدر توصل وتتواصل مع رموز النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. فقبل ما ابدا اي كلمه لازم نحيي الرموز اللي النهارده موجوده معانا، كابتن شطه، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن فتحي مبروك، كابتن أسامة عرابي، كابتن محمد حشيش، كابتن ضياء السيد، الكابتن عصام رياض، والكابتن هشام حنفي. طبعا النادي الأهلي مليء بالرموز ومليء بالنجوم يعني، لكن هم شرفونا النهارده، واكيد هو ده كان الغرض من الالبوم. عايز اوجه الشكر طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، زي ما الاستاذ محمد ضماطي عضو مجلس الاداره قال، وزي ما مصطفى قال، لو تتصوروا فرحه فريق العمل اللي كانت على يعني موجوده فيهم، والاحساس اللي هم حسوه اللي فعلا الالبوم ده هيبدا يظهر. الفريق العمل ده اشتغل وبذل مجهود جامد جدا جدا، سواء الشركه المنفذه، وبشكر شركه برزنتيشن طبعا، وسواء اداره التسويق اللي عندنا بقياده يعني اخونا الصغير الشاب المتحرك دايما كابتن امير توفيق، والدكتور سعد شلبي المستشار التسويق، بذلوا مجهود غير عادي بالتنسيق مع المركز الاعلامي استاذ جمال جبر طبعا، عشان خاطر النهارده نبقى واقفين وبنعلن عن اول البوم للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي دايما سباق، والنادي الاهلي دايما معودنا اللي هو دايما في خطوات دايما بنسبق بيها كل الانديه او كل الوسط الرياضي، وهو ده دور النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي كان اول نادي يمتلك قناه على مستوى الشرق الاوسط للانديه كلها 2007. النهارده النادي الاهلي اول نادي بيطلق البومه عشان خاطر يحافظ على تاريخه ويحافظ على رموزه اسوه بالانديه العالميه. برضو لازم انا كاداره تنفيذيه هقول الفتره اللي فاتت الحمد لله النادي الاهلي برضو يعني كان سباق في مجموعه انشاءات اتعملت على خلال الفروع اللي موجوده، منطقه الفود كورت اللي هي اعلى وعلى مستوى في مناطق الفود كورت المعموله في الانديه، منطقه ترفيهيه اول نادي برضو اصبح عنده حمام سباحه الامواج، ده مش موجود في الشرق الاوسط. فدايما النادي الاهلي سباق. اللي انا عايز اقوله مجلس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه وكل العاملين في النادي الاهلي بيشتغلوا في هدوء، بيشتغلوا في صمت، بيتحركوا لصالح النادي الاهلي، بيتحركوا لصالح بلدهم، بيتحركوا لصالح الرياضه المصريه بشكل عام. اتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله. بشكر شركه برزنتيشن تاني الراعي والشريك الاساسي معانا في النادي الاهلي، وبتمنى دايما مزيد من التفوق الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. شكرا.